شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم. حديثنا في هذا اليوم يدور بإذن الله تعالى حول الزواج، ونتحدث حول هذا الموضوع في فصول ثلاثة. الفصل الأول: التبكير في الزواج. الفصل الثاني: الشفاعة في الزواج. الفصل الثالث: التيسير في الزواج. أما الفصل الأول وهو التبكير في الزواج، الزواج المبكر كان ظاهرة متداولة عندما كانت حضارة الإسلام هي الحاكم. الشباب كانوا يتزوجون مبكرا، والفتيات كنا يتزوجنا مبكرا. قبل فترة رأيت أحد الشباب المؤمنين، كان عمره حوالي 36 عام، فسألته: هل أنت متزوج؟ قال: نعم، ولي حفيد. يعني أنا الآن في عمر 36 عام تقريبا، أنا جد. هذا ربما الآن عندنا يكون شيئا عجيبا، ولكن عندما كانت حضارة الإسلام هي الحاكمة كان هذا الشيء متداولا. على أثر هيمنة الحضارة المادية، على أثر تأثير
النمط المادي، أكو فرق في التفكير بين النمط المادي والنمط الإلهي. إحنا في الواقع كثير من أفكارنا الآن تسير على النمط المادي، الشكل الذي يفكر به من لا يؤمن بالله ومن لا يؤمن باليوم الآخر. هذه الظاهرة قلت. التأخير في الزواج يمكن أن يبحث من خلال جهات، يمكن أن يبحث من الناحية الصحية، يمكن أن يبحث من الناحية الاجتماعية، يمكن أن يبحث من الناحية السياسية، يمكن أن يبحث من الناحية التربوية، ولكننا نكتفي بالإشارة إلى بعد واحد، وهذا البعد التأخير في الزواج من الناحية الأخلاقية. علماء النفس يقولون أن عندنا نحن البشر نوعين من الغرائز. هنالك نوع من الغرائز يسمونها بالغرائز الثانوية. أكو هنالك ميل، وأكو هنالك انشداد، ولكن هذا الانشداد انشداد قابل للإلغاء. يمكن أنه واحد يتحكم في هذه الغريزة، هذه غريزة ثانوية، ولكن الله تعالى ركب في الإنسان غرائز يسمونها بالغرائز الأولية، الغرائز الضرورية. هذه الغرائز تلح على الإنسان، تضغط على الإنسان، الإنسان لا يستطيع أن يتحكم في هذه الغرائز إلا بمشقة بالغة، إلا بمشقة شديدة، مثل حب الطعام. الإنسان يحب الطعام، هل يمكنه أن يلغي هذه الغريزة؟ لا. هل يمكنه أن يتحكم في هذه الغريزة؟ نعم، ولكن بصعوبة بالغة، بمشقة بالغة. هذه تضغط الإنسان، عندما يجوع يفقد اتزانه، يفقد تعادله. هذا إنسان مو متعادل، هذا إنسان مو متوازن. هذه غرائز أولية. هذه الغريزة تعتبر إحدى الغرائز الأولية. إذا الآباء، إذا الأمهات ما اهتموا بإشباع هذه الغريزة، هذا معناته أن هذا الفرد في خطر أخلاقي عظيم. هذا الشاب أو هذه الفتاة لا يوجد هنالك ضمان. يمكن واحد ولي من الأولياء، رجل متقي متدين قوي الإيمان، يتحكم، ولكن نحن كلامنا في الغالبية. الغالبية أن هذه الغريزة إذا ما أشبعت، هذا الإنسان في خطر الانحراف الأخلاقي.
الانحراف الأخلاقي مشكلته بالإضافة إلى مشكلته في حد ذاته، مشكلته الأخرى أنه لا حد يقف. يعني الانحراف إلى أين ينتهي؟ واحد يقول أنه هذا الشاب يكتفي بنظرة. القضية مو نظرة فقط، وإن كانت النظرة عظيمة عند الله وكان سهما من سهام إبليس، هذا الانحراف يجر إلى انحراف آخر، والانحراف الثاني يجر إلى انحراف ثالث، والإنسان لا يعلم إلى أين ينتهي هذا الانحراف. أحد العلماء نقل أنه كان أحد الشباب المتدينين، شاب مؤمن من رواد المساجد في بلد من البلاد من رواد الحسينيات، ثم ذهب إلى بلاد الغرب. أنا أتعجب من هؤلاء الأفراد الذين يبعثون أولادهم إلى بلاد الغرب، جو منفلت، جو ما إلى حدود. كيف تضمن هذا الشاب؟ هو الشاب إذا لم تكن فيه إلا هذه الغريزة المتوقدة كان يخشى عليه من الانحراف، فكيف مع هذه المثيرات الخارجية؟ هذا مثل سيارة في منحدر جبل، في طريق منحدر جبلي، هي السيارة تسرع، الإنسان فوق ذلك يدوس على البنزين، وين توصل هاي السيارة؟ هاي السيارة توقع بالنتيجة. فالكلام أنه هذا الاشتعال الموجود في داخل النفس تذكيه، تغذيه هذه الأجواء المشبوبة، هذه الأجواء المشتعلة. شلون يبعثون أولادهم إلى البلاد الغربية بدون أن يزوجوهم؟ ينبغي أن يزوجوهم أولاً ثم يبعثوهم. على كل حال، هذا الشاب راح إلى البلاد الغربية وانفلت، عاش جو الانفلات، ثم ابتعد عن المساجد، عن الحسينيات، وراح في خط آخر. القضية انتهت عند هذا الحد؟ لا. يقول هذا العالم: في يوم من الأيام جاءني بعض ذويه أو بعض معارفه وقالوا تعال لتصلي على هذا الشاب صلاة الميت. قلت لماذا؟ قال هذا مات. ليش مات؟ على أثر جرعة إضافية. راح في خط المخدرات، إما جرعة إضافية وإما هذه الإبرة التي يضعونها في تلك الحالة، في حالة الغفلة ينسون أن يفرغوها من الهواء. إذا شوية من الهواء دخل في العروق هذا يكفي في قتل هذا الإنسان. الإنسان يبدأ من نظرة وينتهي إلى الموت بالمخدرات. فالقضية مو فقط الأب يفكر أنه خوب هذه نظرة، هذه رؤية، لا، القضية مخطورة. يعني القضية يمكن أن تنتهي إلى أبعد ما نتصور من درجات الانحراف. هذا الانحراف كيف يجب أن يعالج؟ النبي صلى الله عليه وآله صعد المنبر وقال في حديث، ما علي بتفصيل الحديث، ماكو علاج، علاج مو ممكن. أكو هنالك أشياء ربما تخفف. أن تلاحظوا سورة النور، هذه السورة التي تلونا منها هاي الآية المباركة، أول ما تبدأ السورة في الآية الثانية: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، نظام العقوبات. بعدين السورة تستمر وتنتهي إلى أحكام الحجاب،
الجانب الأول نظام العقوبات. يكفي نظام العقوبات؟ لا، بعدين ماكو نظام العقوبات، الآن ما عندنا. ثانيا الوقاية، الحجاب وقاية، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. نظام الوقاية هو الركن الثاني. يكفي؟ لا، نظام العقوبات لا يكفي، نظام الوقاية لا يكفي، يحتاج إلى البند الثالث. لذلك في سورة النور نجد هذه البنود الثلاثة جميعا: أولا نظام العقوبات، ثانيا نظام الوقاية، ثالثا وأنكحوا الأيام منكم. هذا النظام العلاج. النبي صلى الله عليه وآله صعد المنبر بأمر الله تعالى وقال في حديث: إن النساء إذا أدركنا فليس لهن دواء. علاج ما في إلا البعولة، العلاج هو الزواج. هذا ينطبق على الفتيات وينطبق أيضا على الأولاد الشباب. علاج ماكو، هذا هو العلاج الوحيد. العلم، الثقافة، هذه الأشياء لا تنفع. التحذير، التنبيه، أنا أقبل أن هنالك أفراد متدينين، أنا لا ألغي دور الإيمان، الإيمان مهم في هذه القضايا، الإيمان مؤثر. هنالك أفراد يحفظون إيمانهم حتى في الأجواء المشحونة، حتى في الأجواء الموبوءة. في بلاد الغرب هنالك كما نقل لي شباب يصلون صلاة الليل ولا ينظرون إلى امرأة، يعني حتى لا ينظرون إلى وجهها عندما يتحدث مع امرأة، يغض من عينه. أكو هكذا نماذج. الإيمان يعطي للإنسان قوة، ولكن الله تعالى أوحى إلى نبيه أنه قول هذا الطابع العام، هذا المنهج العام، ماكو دواء إلا البعولة، هذا هو العلاج للغالبية العظمى. لذلك في الواقع إحدى الأشياء المهمة جدا التي ينبغي أن يلتفت إليها الآباء وتلتفت إليها الأمهات قضية التبكير في الزواج، الزواج المبكر. ننتقل إلى الفصل الثاني من الحديث، وهو الشفاعة في الزواج. الشفاعة معناها السعي، من الناحية اللغوية شفع في القضية الفلانية يعني سعى فيها. الشفاعة في الزواج، غالب الأفراد ما عندهم إمكانات، كثير من الأفراد. أنتوا لا تلاحظون بلد معين، انتوا لاحظوا الطابع العام، غالب الافراد امكانات ما عندهم، اوليات حياتهم ما يتمكنون يمشوها. نقل لي احد الاباء في احدى البلاد المقدسه قبل فتره، قبل اشهر او اقل، قال انه احنا ابنه، كان عنده ابن وانا كنت شايف ابنه ايضا، هذا الابن على أثر ضغوط المعيشة يقول غاب عنا، اختفى. يقول ثم علمنا بعد ذلك أنه رايح إلى المستشفى ومسوي عملية وباع إحدى كليتيه حتى يأخذ كمية قليلة من المال في ذلك البلد حتى يستعين على ضغوط الحياة، بدون علم أبوه، بدون علم عائلته. واحد يبيع كليته لمجابهة بعض ضغوط الحياة،
والأب قال لي قبل هذه الفترة المختصرة الآن معلم ما عدنا عنه، مو معلوم وين رايح، خبر ما عد. يعني الناس لا يتمكنون. فهذه القضية تحتاج إلى شفاعة، تحتاج إلى سعي. هذا من جانب. من جانب ثاني، قضية الزواج مو مثل بقية القضايا، أكو هنالك عوامل تتداخل فيه، عامل الحياء، عامل الخجل. واحد يخجل، الشاب ما يتمكن يجي ويقول لأبوه عادة أنه أنا أريد أتزوج. الفتاة لا يمكن عادة أن تأتي لأبيها وتقول زوجني. المرأة اللي مات عنها زوجها، وهذه من الظواهر المؤسفة عندنا، ما كان قديم، المرأة عندما كان رجلها يموت كانت تذهب وتتخذ بعلا آخر بعد إتمام العدة 4 أشهر و10 أيام. هذه المرأة يجب أصلا، صاير عيب، ما يمكن واحد يحكي في هذه القضية، عار يعني. وإذا امرأة راحت وتزوجت بعد وفاة زوجها وانتهاء العدة، كأنه خرجت عن هذا النظام الاجتماعي اللي وضعناه. هاي المرأة عمرها 30 عام، زوجها مات، يجب أن تظل إلى 50 عام بعد في بيتها وتتحمل ضغوط الحياة. المرأة لا يمكن أن تعيش بلا زوج. الزوج يعتبر مظلة لهذه المرأة، يعتبر حماية لهذه المرأة. هذه المرأة الآن أبوها موجود، أمها موجودة، بعدين أبوها يموت، أمها تموت، كيف تعيش هذه المرأة؟ كيف تواجه ضغوط الحياة؟ يتركوها في بيت وحدها، إذا أعطوها بيتا لازم من الليل إلى الصبح ترجف في هذا البيت. هذه قضايا حقيقية، مو قضايا خيالية. المرأة إذا مات زوجها يجب أن تعيش حياة الشقاء إلى آخر عمرها، خلافا لله، لما قاله الله، وخلافا لما قاله رسول الله، وخلافا لما قاله الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم. فأكو هنالك عوامل تمنع، لذلك يحتاج إلى شفاعة، يحتاج إلى تشويق، يحتاج إلى تحريض. في حديث عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الرواية موجودة في الكافي، أفضل الشفاعات، هذا أفضل عمل، أفضل شفاعة، أن تشفع بين اثنين حتى تجمع بينهما. هذا أفضل شيء، أفضل عمل. لكن إحنا ابتعدنا، كل واحد يفكر في نفسه، ما عليه في الآخرين. هذه القضية، قضية الشفاعة، لاحظوا الآية الكريمة، الله ما يقول وانكحوا. أكو فرق بين الثلاثي المجرد نكح ينكح، الأمر ماله انكحوا. الله ما يقول وانكحوا الأيام منكم، وإنما يأتي بها بصيغة باب الإفعال، أنكح ينكح، الأمر ماله وأنكحوا. أنكحوا مو يعني تزوجوا، يعني زوجوا. وأنكحوا الأيام منكم، إذا شفتوا امرأة أيم أو رجل أيم، يعني رجل لا زوجة له، امرأة لا زوج لها، زوجوها. الخطاب للمجتمع، لعل الآية خطاب للمجتمع مو خطاب للأولياء فقط. فهذه القضية تحتاج إلى شفاعة، عمل فردي. والشيء الثاني، هذه القضية تحتاج إلى لجان، لجان الزواج. هذه اللجان، هذه الهيئات، هذه المؤسسات موجودة في بلاد أخرى، لكن بمقدار ما أعرف مو موجودة هنا أو قليلة جدا. لجان الآن العالم يسيره اللجان، تسيره الهيئات،
تسيره المؤسسات الاجتماعية. المؤسسات جدا مهمة في قوة الأمة. المجتمع يجب أن يكون مشحون من المؤسسات. الآن هذه البلاد الغربية، هذه البلاد الكافرة، في الحديث أكو خذ الحكمة ولو من فم الكافر، هذه من نقاط قوتها أنها مليئة بالمؤسسات، مؤسسات سياسية، مؤسسات اجتماعية، مؤسسات خيرية ضخمة. هذه المؤسسات هي التي تحفظ المجتمع، هي التي تنمي المجتمع. أنا أضرب لكم مثالين. المثال الأول، في إحدى البلاد الغربية اللي نفوس ذلك البلد حوالي 56 مليون إلى 57 مليون، هذا العدد في ذلك البلد، الأفراد وهم أفراد كفار الذين يعملون في المؤسسات الخيرية في ذلك البلد. المؤسسات الخيرية يعني مؤسسات الزواج، مؤسسات إعانة الفقراء، مؤسسات تكفل الأيتام، اللي يعملون في ذلك البلد الكافر 10.5 مليون إنسان. يعني كم؟ يعني حوالي 5 ذلك المجتمع يعملون في المؤسسات الخيرية. ليش هؤلاء أقوياء؟ على كل نقاط الضعف التي عندهم. هذا من عوامل. حوالي 5 ذلك المجتمع، كل واحد من 5 تقريبا منخرط في لجنة خيرية. اللجان الخيرية تقدم المجتمع، اللجان الخيرية تحفظ المجتمع. ليش الحركات الهدامة مثل الحركات الشيوعية ما تنجح في بلاد الغرب؟ ليش اجت الى بلادنا وهددت بلادنا؟ ليش اجت الى الاتحاد السوفيتي وحطمت الاتحاد السوفيتي؟ هذه الحركات الهدامة ماكو. المجتمع مجتمع هش. هذه المؤسسات تعطي للمجتمع قوة. 10.5 مليون إنسان يعملون في المؤسسات الخيرية، مو معناته متفرغين، متفرغ لا، واحد بالأسبوع يعمل 10 ساعات، 5 ساعات، كل يوم ساعة، ساعتين. إيش قد هذا مؤثر في قوة المجتمع؟ إيش قد مؤثر في فتح أبواب الخير على الإنسان؟ الآن هذا المرض الموجود، مرض الكآبة اللي هو مرض العصر، الكل يشعرون بالكآبة إلا من خرج بالدليل. الأعمال الخيرية ترفع الكآبة عن الإنسان. روحوا إلى بيت يتيم، أخذوا يتيم، امسحوا على رأسه، لاطفوه، أهدوا له هدية، اجعلوه يفرح، تشعرون بالفرح في قلوبكم. هذه الأمراض الموجودة جزء منها مربوط بالانغلاق على الذات والتقوقع داخل الذات. واحد إذا راح فعل أعمال خير، أدخل السرور في قلب الآخرين، عاش الآخرون في عيشته، يشعر بالفرح، بالراحة، بالطمأنينة. المثال الثاني، بلد غربي آخر، نفوس ذلك البلد حوالي 250 مليون إنسان تقريبا، 250 مليون. الأفراد الذين انتموا إلى المؤسسات الخيرية، ذلك البلد مشحون بالمؤسسات الخيرية. من 250 مليون إنسان الذين انتموا إلى المؤسسات الخيرية، 93 مليون إنسان، عدد ضخم، عدد هائل،
93 مليون، يعني أكثر من ثلث ذلك المجتمع الغربي الكافر منتمين إلى المؤسسات الخيرية. بالأسبوع يذهب يعمل يشتغل يساعد في كل الأبعاد، أكثر من الثلث. واحد من هؤلاء في ذلك المجتمع تبرع بثلث ثروته للمشاريع الخيرية. ثروته كانت 3 مليارات، تبرع بمليار للمشاريع الخيرية، واسمه معروف ومنشور. هؤلاء الأفراد 93 مليون المنخرطون في المؤسسات الخيرية يبذلون طبقا للإحصاءات الرسمية 20 بليون ساعة في العام للعمل الخيري، مو مليون، 20 بليون ساعة. بعدين نقول ليش هم متقدمين علينا؟ هاي المؤسسات الخيرية، هاي المؤسسات الاجتماعية حافظة المجتمع، آخذة بأكظام المجتمع. المعروف عن اليهود، هؤلاء اليهود اللي الآن صاير لهم 50 عام في بلادنا ويفسدون ويعيثون في الأرض فساد، يقولون إذا اجتمع، هذا مثال، إذا اجتمع يهوديان كونوا 3 مؤسسات، هذا معروف عنهم، هذا يكون مؤسسة، ذاك يكون مؤسسة، وكلاهما معا يكونان مؤسسة. طبعا هذه المؤسسات مؤثرة قطعا في قوة المجتمع، في تقدم المجتمع. فالحقيقة إن هذا الأمر الآن شوفوا في لبنان، المؤمنون الموالون شوية تقووا من هذه الناحية، المؤسسات الموجودة كثيرة تمكن، لأنه واحد وحده ما يتمكن، مؤسسة في مقابل مؤسسة. قبل عام في مثل هذا اليوم طردوا اليهود من لبنان، يمكن لأول مرة في تاريخهم تجرعوا هذه المرارة، مؤسسة في مقابل مؤسسة، عمل في مقابل عمل. فالحقيقة من الضروري بالإضافة إلى الجهد الفردي، واحد يعمل فردياً، بالإضافة إلى ذلك كل 2، كل 3، كل 4 يشكلون مؤسسة لخدمة المجتمع، الخدمة الثقافية، الخدمة الاجتماعية، الخدمة الدينية، الخدمة الاقتصادية، تكفل الأيتام، تكفل الفقراء، أي شيء، أي شيء واحد يعجبه. هذه القضية الثانية. القضية الأولى التبكير في الزواج. القضية الثانية الشفاعة في الزواج، يعني التحريض، التشويق، العمل. الموضوع الثالث التيسير في الزواج. العلماء يقولون تعقيد الحياة ينبع من نفسية معقدة. الإنسان إذا ما عنده عقد، إذا ما عنده ملكات رذيلة، يبسط الحياة. الحياة بسيطة، نحن نعقد الحياة. ويقولون إن الحياة تصعب مع الذين يصعبون معها. يعتبر الحياة بسيطة، تصبح بسيطة، عقد مع الحياة، تتعقد عليك الحياة وتضغط عليك. في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله، وهذه من جوامع كلماته، يسروا ولا تعسروا في كل شيء، في الأكل. واحد يجي للبيت شنو يأكل؟ أي شيء كان. أما تعقيد وتشديد إلا طعام معين، واحد هو يتأذى. أجيت في البيت أي شيء أكل كان أكل، إذا ما يضر طبعا.
في المنام وين واحد ينام، شلون ينام، أي شكل كان واحد ينام، في الأكل، في الشرب، في الوضوء، في الغسل، في التيمم، في السفر، في الحضر. أكو أفراد يعقدون، الحياة تتعقد عليهم، وأكو أفراد يبسطون. الأفراد اللي يبسطون الحياة يعيشون مرتاحين، يمشي هو يرتاح. التيسير في الزواج، النبي صلى الله عليه وآله هو بذاته بدأ هذا العمل، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يكسر السنن الاجتماعية الخاطئة، سنن جاهلية. النبي بذاته تزوج عبدته، هاي في رواية الإمام السجاد موجودة، في الكافي موجودة، عبده أقل قيمة من الخدامة، لأن الخدامة مو ملكك، بينما العبد ملكك. أما النبي صلى الله عليه وآله تزوج أمته حتى يكسر هذا النظام الاجتماعي بنفسه. النبي رسول الله، أشرف البرية، خاتم الأنبياء، قائد دولة، يجي يتزوج أمه، النبي فعل هذا العمل حتى يكسر هذا النظام الاجتماعي. في يوم من الأيام جاءه رجل النبي صلى الله عليه وآله وقال: أريد أن أزوجك بنتي مهيرة العرب. مهيرة يعني المرأة ذات المهر الغالي، مهرها كثير، هذه يقال لها مهيرة. فقال النبي صلى الله عليه وآله: لا حاجة لي فيها، زوجها جليبيب. بعض ضابطين الكلمة بهذا الشكل، جليبيب. هذه الرواية موجودة في الكافي، في فروع الكافي. جليبيب ابن عبد الله الفهري، رجل فقير محتاج من عائلة، المهم وضيعة. هذا نظام الغرب، نظام العوائل، نظام الكفاءة الاجتماعية. الإسلام هو الحضارة الوحيدة فيما نعرف الآن الذي يقول بأن أكرمكم عند الله أتقاكم، أنه هذا من أي عائلة، وهذا شنو، وش قد ثروته، عقد الحياة. إحنا تأذينا الآن، مجتمعاتنا مليئة بالمآسي حقيقة. واحد ما يتمكن يتوسع في هذا الموضوع، في المتدينين وغير المتدينين. غير المتدين يروح ينحرف، المتدين يظل كابتا لنفسه. أحد العلماء كان ينقل، يقول: امرأة قالت لي أنه أنا عندما أسمع بأنه فتاة تزوجت مثلا الليلة، أنا تلك الليلة ما أتمكن أنام إلى الصباح. تفكر شنو مستقبلها، إلى أين تنتهي هذه المرأة، من يتكفلها بعدين، إلى الصباح ما تتمكن تنام، لغفلة والديها أو لغفلة المجتمع أو لغفلتها هي. الذنب مو فقط ذنب الوالدين، الوالدان قد يكونان مذنبين، المجتمع قد يكون مذنب، الفتاة هي يمكن أن تكون مذنبة، يعني مقصرة في هذا الجانب. فقال النبي صلى الله عليه وآله: زوجها جليبيب. في الكافي يقول: فسقطت رجلا الرجل. هذه المرأة الشريفة نزوجها من جليبيب، سقطت رجلا الرجل، يمكن يكون معناته في مرآة العقول، ما نفسر هذه الكلمة بتفسير آخر نفسر، لكن الشيء اللي قد يخطر في البال يعني انهار. مثل فد واحد مثلا والعياذ بالله يقولون له فد خبر جدا مفجع، بعد رجل ما تتمكن تتحمل، يسقط ينهار. أزوج هذه الفتاة مهيرة العرب لجليبي. ثم جاء إلى البيت وقال لزوجته، فدخلها كما دخله، هي أيضا انهارت أو سقط رجلها. البنت سمعت
البنت بنت متأدبة بآداب الإسلام، فقالت لأبويها: ارضيا ما رضي رسول الله لي، ما دام النبي رضي لي بذلك أنتم ارضوا بذلك. فجاءوا وزوجوها من جليبيب ابن عبد الله الفهري، هذه الفتاة. النبي صلى الله عليه وآله عندما سمع موافقة تلك البنت قال: جعلت أو جعل الله، مضمون الكلمة، مهرها الجنة، مهر هذه المرأة. وبعد فترة جليبيب مات أو قتل، فلم يكن امرأة أنفق منها، أو هذه العبارة واردة في رواية ثانية، في الرواية: فجاءوا ودفعوا لها مهر 100,000 درهم فضة بعد وفاة زوجها. هذه قضية ثانية في حياة رسول الله. قضية ثالثة المقداد، المقداد جدا مهم. احنا الآن فوق المنابر نتكلم حول المقداد، وأكو في الأحاديث أنه لم ينحرف طرفة عين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان رجل مهم. أكو بعض شوية ترددوا من الصبح إلى الظهر أو من الصبح إلى العصر أو كذا، هذا طرفة عين ما تأثر، وكانت عينه في عيني أمير المؤمنين صلوات الله عليه ينتظر الآن الإمام يؤمر بشيء أو لا. بعد قضية شهادة النبي صلى الله عليه وآله واغتصاب الخلافة، هذا الرجل مهم عندنا، لكن من الناحية الاجتماعية رجل عادي كان. المقداد اجتماعيا رجل عادي، ما أدري رجل من الصحراء، ما أدري من قبيلة بعيدة، فرجل كان له قيمة اجتماعية مهمة. النبي صلى الله عليه وآله، هاي القضية الثالثة، زوج المقداد من من؟ من ضباعة، وضباعة هي ابنة عم رسول الله، ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب. الزبير مو هذا الزبير ابن العوام، لا، زبير عم النبي صلى الله عليه وآله، وأخو عبد الله والد النبي من أبيه وأمه. هذا الزبير كان عنده بنت تسمى ضباعة. النبي صلى الله عليه وآله صعد المنبر، هذه الرواية بالكافي موجودة وبالبحار موجودة، وقال قال حديث أنه زوجوا فتياتكم كذا، أن الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر، فإذا أدرك ولم يشتن أفسدته الرياح وغيرته الشمس وكذا، ثم قال: أنكحوا فتياتكم. فد واحد قال أنه ممن نزوج؟ النبي قال: من الأكفاء. قالوا: ومن الكف؟ النبي صلى الله عليه وآله قال: المؤمن كف والمؤمنة. ثم فوق المنبر هذا الكلام، هذا التوجيه، قال: وإني زوجت ضباعة من المقداد. ضباعة القرشية الهاشمية الشريفة بتعم النبي صلى الله عليه وآله، يزوجها لرجل مغمور. ثم قال فوق المنبر كلمة لطيفة: ليتضع النكاح. النكاح عنده فد مقام جدا عالي، فد قضية مهمة في أنظارنا. لا، النكاح خلي يصير فد شيء عادي. النكاح مثل شراء سيارة، تروح إلى المحل وتشتري سيارة، هذا هو مجرد تعاقد اجتماعي وانتهت القضية. أما التعقيد وكذا، ليتضع النكاح. في رواية ثانية عن أحد الأئمة صلى الله عليه وآله على النبي وعليهم، أكو هذه العبارات: ليتضع النكاح، وليتأسوا برسول الله، وليعلموا أن أكرمهم عند الله أتقاهم. هاي القضية الثالثة في حياة النبي، قضية نفسه وزواج أمته. القضية الثانية قضية جليبيب. القضية الثالثة قضية المقداد وضباعة.
القضية الرابعة اللي هي قضية معروفة، قضية جويبر والدلفاء، موجودة في الكافي بسند صحيح، راجع الرواية. هذه ملامح من تيسير الإسلام. إحنا ينبغي علينا أن نهتم بهذه الأمور الثلاثة، هذا في صالحنا، هذا في صالح الأب، في صالح الأم، في صالح المجتمع. التبكير في الزواج، الشفاعة في الزواج، التيسير في الزواج. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي